السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده ان شاء الله عرض على الادوات الاسكليبرات الاستانلس، وعندي الاسكليبرات اللي هي البلاستيك. تمام، عايزك تدخل كده يا احمد على واحد واحد تصوره لهم، اللي هيعجبه شكل ياخدوا سكرين شوت ويبعتهولي، هقول لكم على العرض في اخر الفيديو كده. انت تمام شايف كده ولا اقربه لك؟ واحد واحد اللي يعجبه شكل يعلم عليه ويبعتهولي على الواتس اللي عايزه. ماشي لي كده على واحد واحد. تمام، نشيلها على البلاستيك، هقول لكم عرض النهارده مش هتلاقوه عند المستورد نفسه، مش هتلاقوه عنده. خلصت؟ خلص يا عم. خلصت يا باشا. تمام، بصوا بقى العرض، اي سكليبر استانلس، انا مش عايز اقول لك اصلا تقله، انت ان شاء الله لما تشتريه هتشوف تقله عامل ازاي. اي سكليبر استانلس 20 جنيه بدل 40 جنيه، 20 جنيه بدل 40 جنيه، تمام؟ وأي سكليبر بلاستيك ب 10 جنيه بس، 10 بدل 25، تمام؟ العرض ده مستمر معانا لحد يوم الخميس بأمر الله، السكليبرات دي ببلاش، تمام؟ يلا سلام.